مرة ثانية أهلا بكم في السادسة. أنا هبدأ بالجمهور، يعني مقدم تماما طبعا مشاعر الزعل، سميها إحباط ماشي، غضب ما عنديش مانع خالص زي ما أنت عايز، بس إياك ثم إياك ثم إياك إنه يتم استدراجك أو إنه يتم استخدامك في الحالة دي اللي حاصلة، واللي أنا مش قادر أفهمها ولا أستوعبها الحقيقة، حالة التربص من النادي الأهلي من جوه مش من بره. يعني من بره ممكن نبقى فاهمين ده ليه، من بره في اسباب ودوافع كتيره جدا تحاول انك انت بطرق مشروعه او غير مشروعه تكسر في عملاق افريقي، مش قادر تنافس، مش قادر تنجح، محتاج تحطه في ظروف او تحت ضغوط معينه عشان توصل لانك تبقى منافس ليه او انك تقدر تتفوق عليه، لكن من جوه مش قادر افهمها. وبالذات لما تبقى من جمهور وبتبقى صعبه شويه، بتبقى صعبه على الاداره، وبتبقى صعبه على الجهاز، وبتبقى صعبه على ايوه. فارجوك ما تنسقش لمحاولات ضرب استقرار الفريق، ما تنسقش لمحاولات تكسير نجوم فرقتك، دول النجوم اللي شالوا اسم النادي الاهلي واللي ياما فرحوه. انا بتكلم على الجيل ده بس، مش بتكلم على التاريخ دلوقتي، بتكلم على الجيل ده، ان هم دول الولاد اللي مروا بظروف قاسيه جدا وتحديات صعبه جدا، وكانوا دايما على الميعاد في مناسبات كتيره جدا، رفعوا راسنا وشرفونا في الوقت اللي ما كانش حد مستني منهم حاجه. فالولاد دول امانه في رقبتكم، والولاد دول هم اللي هيفضلوا مكملين رافعين اسم النادي الاهلي لغايه اخر الموسم، وممكن المواسم اللي جايه كمان، وممكن يكون هم لو قدر لنا ان يبقى في كاس عالم بنسخه جديده يبقوا هم اللي بيلعبوا شايلين اسم النادي الاهلي في بطوله كاس العالم. فما تكسرهمش، ازعلوا منهم بس ما تكسرهمش. هبتدي معاك بالجمهور قبل ما اروح للعيبه والجهاز والاداره وايه المنتظر عشان نعدي المطب ده ونبقى احسن من الاول، زي ما الاهلي دايما عودنا بيطلع من المطبات الصعبه احسن واقوى من الاول. الجمهور شايف رد الفعل ازاي، وشايف محاولات استدراجه ازاي، وشايف ان احنا ايه المطلوب مننا كجمهور في الفتره اللي جايه؟ كلامك مهم جدا جدا يا احمد، وتحديدا يعني انا جيت الحلقه النهارده عشان الكلام اللي بتقوله ده، لانه دور الجمهور او جمهور النادي الاهلي الدايما اللي هو دايما في ظهر النادي الاهلي وبيدعم النادي الاهلي في التوقيت ده، في التوقيت اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، مش وقت تحقيق البطوله، مش وقت وانت كسبان وفي منصات التتويج او مبسوط وفرحان، هو ده، وانت في يعني مش هقول في وقت خساره، في وقت خروج من بطوله، في وقت انحدار، مع انك بتكمل البطولات الثانيه، انت لسه عندك بطوله محليه ولسه محتاج انك تفوز في الدوري او تفوز بالدوري، وكمان محتاج تدخل ان شاء الله افريقيا الموسم اللي جاي. فانت النادي الاهلي النهارده محتاج جمهوره، وده اللي عايز اقوله، انه ما ينفعش النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يستدرج باي شكل من الاشكال وراء صفحات هو عارف كويس قوي، او الجمهور عارف كويس قوي مين وراها ومين اللي بيحاول يكسر النادي الاهلي، والحمد لله ده ما حصلش وعمره ما هيحصل. فبالتالي انت محتاج النهارده جمهورك جدا جدا، واعتقد ان جمهور النادي الاهلي الواعي الفاهم اللي عارف كويس جدا جدا قيمه النادي الاهلي، لا لازم يقف النهارده، وتحديدا بدايه من النهارده في ظهر النادي الاهلي. عندك بطوله مهمه جدا جدا للدوري العام، محتاج الاربع مؤجلات اللي عندنا ان شاء الله نفوز في الاربع مؤجلات ونكمل المشوار في الدوري للحصول على البطوله. مش هتكلم في انك محتاج تفوز عشان توصل اول او تاني البطوله عشان توصل افريقيا، انا بتكلم على انك بتلعب على بطوله الدوري العام من النهارده. يعني حقيقي جمهور النادي الاهلي ما كانش كفايه هناك، ما كانش العدد كافي نتيجه حاجات كتيره جدا، عدم حياديه في ان المباراه تكون موجوده هناك، عدم حياديه في توزيع التذاكر، عدم حياديه في اختيار الملعب المناسب او يعني المناسب للمباراه دي في ارض او ملعب بعيدا عن الفرقتين يكون في ارض محايده، وبالتالي كان لابد طبعا مع تكلفه تذاكر الطيران، مع الرحله الطويله للمغرب، حاجات كتيره جدا الحقيقه افتقد الاتحاد الافريقي للحياديه فيها بشكل كبير جدا جدا، وبالتالي جمهورنا ما كانش موجود بالشكل الكافي بالعدد المناسب اللي يقدر يدعم فريق النادي الاهلي في المباراه دي. صحيح في اخطاء ومحدش يقدر يقول هنا في النادي الاهلي او اتعودنا في قناتنا في النادي الاهلي هنا اننا دايما بنقول الحقيقه وبنواجه المواقف ما بنتهربش منها ابدا. أيوة. في اخطاء في فرقتنا فنيه، في اخطاء من مستر موسيميني، في اخطاء، ولكن لازم كمان نعترف على الجانب الاخر ان في اخطاء كبيره جدا جدا من الاتحاد الافريقي في كل اللي اتكلمنا فيه ده، في عدم الحياديه الكامله في تواجد هذه المباراه في المغرب. ايوه الكلام بقى عن تعهدات يعني انت بتتكلم على ده بيحصل قدام اكبر راس
في كرة القدم على مستوى العالم. جاني انفانتينو حاضر ده وشايف ده بعينه، شايف ده بعينه طبعا. موتسيبي طبعا رئيس الاتحاد الافريقي اللي وعد لما جه يتولى المسؤوليه انه هيكافح الفساد وهيطور المسابقات في افريقيا وهينقل القاره الافريقيه او كره القدم الافريقيه على مستوى ثاني خالص. صحيح. بس التطبيق الفعلي اثبت فشل ذريع الحقيقه، واعتقد ان هم اقروا خلاص بعد المباراه انه المباراه النهائي في الموسم القادم ذهاب وعوده، وده اعتراف يعني صريح منهم انه ما حدث هو خطا كامل متكامل، وفي يعني بالتاكيد في مجامله كبيره جدا جدا للاتحاد المغربي وفي وللوداد المغربي. كل ده هنخرج منه بحاجات مهمه جدا جدا، انه النادي الاهلي في المواسم اللي فاتت او في الموسمين اللي فاتوا تحديدا، ولازم وقت الازمات ووقت الخروج والخساره في البطولات الكبيره دي لازم نعترف ان رجالتنا كانوا يعني على المستوى المطلوب في حقيقي. المواسم اللي فاتت، وقلنا طيب. ان هم افتقدوا حاجات كتيره جدا يا احمد، واتكلمت انا وانت في ده في فترات طويله جدا. افتقد لاعب النادي الاهلي في ظل تحقيق بطولتين، اكبر بطولتين في افريقيا، دوري ابطال افريقيا، للجمهور اللي هو الدعم الاول والاخير في مزبوط. في هذه المباريات افتقد احيانا ما بتبقاش عندك القماشه المناسبه موجوده بشكل متكامل في فرقتك، ما بتقدرش تدعم لانه ما فيش القماشه المناسبه، وبالتالي في ظل كل هذه الظروف وتقدر تحقق بطولتين وتتسيد افريقيا ب10 بطولات في السنوات اللي فاتت، لا النادي الاهلي الحمد لله عنده السكواد الجيد، محتاجين تدعيم صحيح. النادي الاهلي محتاج تدعيم الفتره اللي جايه، واعتقد يعني من غير اعتقاد هو تاكيد، بالتاكيد مجلس اداره طيب. مستحيل يتاخر عن ده في الفتره اللي نتكلم جايه، لان الناس قلقانه جدا. انا عايز اقول لك وانا جاي في الطريق يعني حتى الناس بتكلمني طبعا. لا النادي الاهلي محتاج تدعيم صحيح، النادي الاهلي محتاج تدعيم ومحدش يقدر ينكر ده.